السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم راح أقدم لكم طريقة عمل البقسم، هش ولذيذ جدا. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 4 ملعقة أكل زبد بدرجة حرارة الغرفة، يعني مو مايع حيل ولا جامد حيل حتى تقدرون تعجنوه. وراح أضيف له 1/2 كوب زيت نباتي هذا، و2 ملعقة أكل لبن رائب يعني روبة حسب المتوفرة عندكم، يعني لا تتقيدون. و3 ملعقة أكل شكر هذا، و1/4 ملعقة أكل ملح، و1/2 ملعقة أكل محلب. والمحلب متوفر يعني كلكم تعرفوه اعتقد، بس اسألون العطار ينطيكم اياه. وعندي هنا 1 ملعقة اكل بيكنج باودر. طبعا هذا البقسم لذيذ جدا وهش، وانا متأكدة راح يعجبكم ان تجربوه ويفيد بشهر رمضان. من ضمن تحضيرات شهر رمضان عجنت كمية قليلة حتى تشوفون الطريقة. وهنا ضفت 2 كوب طحين وراح اعجنه وما يحتاج اخمره، مباشرة اعجنه بايدي بهالصورة. واذا عندكم عجانة ممكن تستعملون العجانة وتعجنوه، ما ياخذ وقت، بسرعة ينعجن وسهل جدا. يعني ام البيت ممكن تسوي الظهر والعصر يشربون وياه شاي، هاي بالايام العادية. ويفيد بشهر رمضان اذا اجاكم ضيوف بعد الفطور او حبيتوا تاكلوه بالسحور. لذيذ جدا وسهل وهش. هنا من بعد ما عجنت العجينة مباشرة اشتغلت بها وبديت ابرمها بهالصورة واقطعها من الوسط. وانا شغلت الفرن من البداية على درجة حرارة 200 وطبقتها من الطرفين بهالصورة وخليتها على ورق الزبدة، او ممكن تدهنون صينية وتخلوها عليها اذا ما عندكم ورق الزبدة. بين ما عجنت العجينة وصل الفرن الى درجة حرارة 200 وراح اخليه بالفرن وياخذ وقت 15 دقيقة، يعني انتو شوفوا يبين عندكم من يصير لونه ذهبي. هنا شوفوا شلون سويته، اما بقطعوه من الوسط او بس تثنوه وتطبقوه من الجهتين. هنا خفقت بيضة ودهنت الوجه مالت الكعك بيها، وراح ازين قسم منها بحبة البركة وقسم اغطسه بسمسم محمص، لازم تحمصون السمسم. وهاي العجينة سويت 17 قطعة من هذا الكعك. من بعد ما زينته شلته خليته بالفرن واخذ وقت 15 دقيقة، وهذا من بعد ما طلعته يصير بهالصورة لونه ذهبي. وممكن تسووه على شكل اقراص او اي فورم انتو يعجبكم، ممكن تسووه مو الا بهاي الطريقة. يفيد بالريوق وبالسحور ونقدمه ويا الشاي، وهذا شكله النهائي. جربوه ان شاء الله يعجبكم والف عافية.